إلى أين يا جندوف؟ هل لديك أخبار جديدة لجيخاتو؟ عن أي جيخاتو تتحدث أنت؟ بل جاي عارف بكل شيء، ستأتي معنا وإن لم آتي. كنت تود القدوم يا جوندوز؟ قلت لك ستأتي معنا. جوندوز اسمعني، إن أعطى المغولي أمرا يجب عليك أن تؤديه. عثمان ومقاتليه سيصلون بعد قليل. قد حاصروا المكان، لن يخرج أحد منهم حيا من هنا.